الجالية المغربية خاصة في أوروبا اللي كتسافر عن طريق السفن أو عن طريق البواخر كيعرفوا بعض المشاكل. كل سنة كنعرفوا بعض المشاكل، مثلا كيكون الزحام في واحد الأوقات معينة، مثلا في شهر في الأخر ديال شهر 7 أو النص ديال شهر 7 أو شهر 8 أو حتى في الرجوع. كنعرفوا بعض المشاكل في الثمن ديال التذاكر، هادشي ما كنكونش ديما كيف ما كنقولوا على حساب الازدحام وعلى حساب واحد الوقت معين. كنعرفوا بعض المشاكل اللي كتكون عندها علاقة بالسفر في أي بلاصة في العالم، ولكن المشاكل اللي غتشوفوا اليوم والفضائح الخطيرة اللي غتشوفوا اليوم ديال الجالية الجزائرية اللي كتبغي تسافر إلى الجزائر عن طريق البواخر غادي تبدل لكم الرأي ديالكم في المشاكل اللي كيعيشوها الجالية المغربية في السفن. بطبيعة الحال الهدف ديالي ماشي المقارنة، الهدف ديالي كما العادة هو التحبيط والابتزاز. وبما أن الرئيس عبد المجيد كتبون في آخر حوار صحفي ديالو قال بأنه الأمور تغيرت بالنسبة للتعامل مع الجالية الجزائرية، غنشوفوا في هذا الفيديو هذا فضائح بجماجم، ونخليكم تشوفوا أول مقطع للجالية الجزائرية وهي تعاني على متن واحد السفينة نقدروا نسميوها بأنها سفينة القبر. يعني حاجة هذيك بابا مو بيضانة، يعني بروك الطيارة خفت الطيارة رب العالمين، صافي كاع والو مو بيضانة بابور شو هذا بردينا ليت بردينا وصافي. هاد السفينة تابعة للأسطول الجزائري وسميتها موبي دادا، وهي سفينة مؤجرة من الأسطول الإيطالي من واحد الشركة إيطالية باش تستعملها الجزائر. وكيف ما شفتوا السفينة تقطع عليها الكهرباء والناس كانوا داخل المصاعد والتبلوكة، والو لا حياة لمن تنادي، برك على البطونة عيط صوني حتى شي واحد ما جاتكم، لأنه بكل بساطة انقطع التيار الكهربائي على السفينة كاملة. كاين اللي كيقول لي وراه تقدر توقع، لا خوتي العزاز راه ماشي الانقطاع ديال ثانية ولا جوج ثواني ولا دقيقة ولا نصف ساعة، راه الانقطاع ديال الكهرباء في السفينة الجزائرية راه دام لمدة أيام حتى الأسابيع، كتخدم شوية وتاني كتقطع عليهم الضوء، كتخدم شوية كتقطع عليهم الضوء، وهذا الانقطاع ديال الكهرباء اللي خلى الناس مبلوكين في المصاعد وعايشين في الظلام وما كاين لا ضوء لا والو، والثلاجات خسروا والماكلة خسرات، هادشي كان مباشرة بعد خروج السفينة من ميناء وهرة، نفس الميناء اللي كان عايش تحت الأزبال ها هو دابا البواخر فيه كينقطعوا على الكهرباء. وهاد الباخرة بالذات ومن بينها بزاف ديال البواخر في الجزائر دائما ما إسبانيا كتشدهم وكتحبسهم لمدة أيام وأسابيع حتى يصلحوا فيها بزاف الأمور عاد كيخليهم يمشيو، يعني الإسبان تجيو من نفس على الجالية الجزائرية والجزائر ما كتجيهاش النفس على الجالية الجزائرية، معادلة صعبة. الرئيس الجزائري خدام بالديماغوجية والكذب، والواقع الواقع كيعيشوا الجرار والمعذبون في الأرض كتجرار وداخل الوطن ولا حتى جرارو خارج الوطن، النظام العسكري يتلذذ في إدلال جرارو. ونزيدكم من البيت شعر، شوفوا هاد الصور اللي حدايا هنايا، من الوهلة الأولى غتقولوا لي هادي صور ديال الناس ما لقاوش يمكن هادوك البيوت أو هادوك الغرف اللي كياخدوهم، يعني تقريبا هادوك الناس يمكن زايدين أو العدد زايد ونعسوا في الطريق. كتقدر توقع؟ لا لا خوتي العزاز ما كتقدرش توقع، هادوك الناس هما أصحاب الغرف. ويلي كيفاش اخويا حاتم هذوك الناس هما اصحاب الغرف وتينعسوا خارج الغرف؟ وعلاش تيخرجوا الماطلة وتينعسوا فوقها؟ وعلاش ما ينعسوش داخل الغرف ويتسدوا لهم الباب؟ واخوتي العزاز راه قلنا لكم ما عندهمش الكهرباء، ما عندهمش تريسينتي، الدوله ديال الغاز البواخر ديالها ما فيهاش تريسينتي، ما كاينش الكهرباء، يعني ما كاينش المكيفات، يعني ما كاينش بزاف الامور داخل الغرف. فهاد الناس هادو راه مضطرين انهم ينعسوا خارج الغرف لان الغرف صغيره بزاف وما فيهاش النوافذ وبحال الحمام، يعني لا بغيتي تنعس خرج برا لعل وعسى تضربك شويه ترطوبيه. كنذكروا بان هاد الناس اللي شفتوا الصور اللي كينعسوا خارج الغرف ديالهم راه مخلصين الثمن ديال الغرفه، الثمن ديال الغرفه اللي كيوصل تقريبا 38 الف دينار جزائري. اصحاب الاختصاص انا ما عنديش مع الدينار وما عنديش مع الارقام دائما تنغلط فيهم، المهم قولوا لنا في التعليقات 38 ألف دينار شحال تساوي، يعني مخلص فلوسك وعندك وليداتك وكاين اللي عنده وليدات صغار، كاين اللي عنده با كبير، كاين اللي عنده امو كبيرة، كاين اللي عنده جدو، كاين اللي مريض، كاين اللي فيه الحساسية، كاين اللي فيه الضيقة، ومخلص فلوسك باش تنعس في الزنقة. وبالمناسبة نفس السفينة راه دابا حابسة في الميناء ديال أليكانتي والسلطات الإسبانية حبسوها مرة أخرى، كيحبسوا نفس السفينة ويتم الاحتجاز ديالها حتى يصلحوا ليها المشاكل اللي فيها. يعني شوفوا اخوتي العزاز كتخرج من وهران
طافية الضوء، المصاعد ما خداماش، الناس كينعسوا خارج الغرف وما كيحبسوهمش السلطات الجزائرية وما كيقولوا لهم والو، وما كيمنعوش مثلا هاد السفينة هادي من الإبحار. كتوصل لإسبانيا كيشدوها وكيديروا لها الاحتجاز مرة أخرى. راه العشرات ديال المرات كيحتاجوا السفن الجزائرية نظرا للوسخ اللي كيكون فيها، نظرا لغياب الكهرباء اللي كيكون فيها، ونظرا للمشاكل التقنية اللي تقدر تسبب مشاكل في الملاحة. تقدر هذيك السفينة تغرق، تقدر مثلا ما تحبسش وتدخل في الميناء، تدخل في شي سفينة أخرى. فدائما كيتم الاحتجاز ديالها حتى كيصلحوها. وما حبسوش الفضائح، حنا كنا حنا مشكل في النظافة، كنا مشكل في التريسينتي أو الكهرباء، وكان عندهم حتى أعطاب على مستوى المحرك اللي كيجر الماء على مستوى المياه. يعني صدق أو لا تصدق، رحلة السفينة هذه كتكون من وهران إلى أليكانتي في إسبانيا أو أليكانتي إلى وهران، وتصوروا معايا المدة ديال الرحلة 18 ساعة، يعني تقريبا نهار. هما ما داروش 18 ساعة، داروها تقريبا في 33 ساعة، لأنه كاين تأخير في الملاحة، لأنه المحركات على قد لها، القوة الضاربة في العارضة ما قدرتش توفر باخرات في المستوى الجالية ديالها. داروا 33 ساعة فينا ظروف ما كاينش الكهرباء، يعني كينعسوا خارج الغرف، المصاعد كاين اللي تحبس في المصعد تما بقى تما 33 ساعه. وزيد عليها خوتي غياب المياه، راه نقدروا نستحملوا انه يكون غياب الكهرباء، نقدروا كيف ما تنقولوا نشربوها بجغمه الماء، ولكن هذيك جغمه الماء باش نشربوا بها الا ما كايناش راه مصيبه كحله. غياب المياه خوتي العزاز، يعني الناس ما تيقدروش يشربوا، ما يقدروش يغسلوا، ما يقدروش يدوشوا، ما يقدروش يمشوا للمرحاض حاجه. وفعلا المرحاض ما قدروش يستعملوه لان الرائحه فيه كانت لا تطاق، ما يمكنش، ما كاينش الماء باش راكم عارفين. زيد عليها غياب الكهرباء، المكيفات ما كاينينش، الناس ما عرقانين، الروائح ديالهم معطاطا، ما تيقدروش يدوشوا، ما يقدروش يغسلوا. المشكله انه حتى الاكل خسر، لان دوك المبردات اللي كيخدموا بالكهرباء او الثلاجات بالكهرباء ما خدامينش. يعني الا شي واحد جاب معاه شويه الماكله غيدي بانيك، واللي ما جابش معاه الماكله مشكله كبيره. ودائما منين كنتكلموا على هذا النوع ديال السفر عبر البواخر، كنتكلموا على اطفال، كنتكلموا على ناس عجزه، كنتكلموا على بزاف ديال الامور لا انسانيه الا ما كانش الكهرباء والمياه في السفينه. صدق او لا تصدق، غرفه كيكونوا فيها اربعه الاشخاص ما فيهاش مكيف، لا وجود للمكيف. يعني شوف هذوك اربعه الناس كيفاش غيناسوا داخل هذيك الغرفه. وهذه المشكله هذه راه ماشي في سفينه ولا جوج، راه في كاع السفن تقريبا اللي تابعين للشركه الجزائريه الخاصه بهذا الخط هذا. ونزيدكم مازال، لان الفضائح لا تنتهي مع الجرام، هذوك الغرف اللي مخلصينهم بزباله ديال الفلوس ما كتقدرش تسد عليهم بالقفل. يعني الا خرجتي كتسد الباب مزيان كيتسد، ولكن ما يبغيش يتحلك. الا بغيتي يتحلك باش تدخل الغرفه ديالك، كتمشي تقلب على شي بحري في السفينه ولا شي موظف في السفينه، كيجيب واحد الساروت من عند واحد خينه عادي يجيو يفتحوا لك بواخر خرده تستعملوا في الجزائر. وهذا الشيء كياكد لكم اهميه المواطن الجزائري في نظر النظام العسكري في الجزائر. مع ذلك الرئيس عبد المجيد كتبون بلحيه بلا حشمه، بالديماغوجيه ديالو الكبيره، بالسلوكيه ديالو الكبيره، بالكاذب ديالو المعتاد، كيخرج وكيقول بانه الامور تحسنات مع الجاليه الجزائري. قبل ايام سمعت بواحد المشكله كاينه بين عبدو السمار وكاينه بين غاني مالي. اللي ما كيعرفش هاد الناس، هادو هاد الناس كيلعبوا دور بين قوسين المعارضه خارج الجزائر. يعني هاد الناس كينتقدوا النظام كل واحد بالطريقه ديالو. كاين اللي عارف راسو بانه مخترق من طرف المخابرات الجزائريه وخدام معاهم وكيدير راسو معارض، وكاين اللي ما عارفش وبحسن النيه كيقيدوا المخابرات الجزائريه بداكشي اللي بغاو، يسربوا ليه هاد النوع من الوثائق، يلوحوا هاد العظيم باش يهاجم شي جنرال ما عندهمش معاه. يعني المخابرات الجزائريه باش تصفي الحسابات ديالها بيناتهم كيستعملوا هاد الناس هادو، يكونوا عارفين بهذا الامر ولا ما عارفينش بهذا الامر. المهم الاختراقات كاين. وهنا بغيت نقول بانه النظام في الجزائر مع اننا نعتبره بانه نظام غبي جدا، استطاع انه يربح هاد بين قوسين هاد الناس اللي كيلعبوا دور المعارضه. ومن بين هاد الناس اللي كيلعبوا دور المعارضه، غاني مهدي اللي معروف بزاف عند المغاربه هز الرايه البيضاء قبل أربعة ايام واعلن على انه ما غيبقاش يتكلم في السياسه، ما غيبقاش يهاجم النظام في الجزائر، وطلب السماحه من النظام ديال الجزائر ديال بلاده، وقال بانه بغى يرجع للبلاد في الجزائر باش يسكن فيها، يجدوه في الحبس ولا ما يجدوش في الحبس، المهم بغى يرجع. اليوم اتوقف عن السياسه نهائيا، واتوقف عن كل نشاط مع ما يسمى بالسياسه في الجزائر. اليوم غني مهدي مواطن حر
مش معارض، لا علاقة لي بالمعارضة، وسوف أعود إلى الجزائر. وعندما قلت سوف أعود إلى الجزائر، هذا هو الذي أشعل فتيل الفتنة. قال لك كيفاش روح الجزائر، روح لبلادي، دخلوني الحبس مرحبا، خلوني حر مرحبا، أو دير ديل مع النظام معكم، أتفرقكم نظام تاع بلادي، لم أرجع للجزائر إطلاقا، ما عندهم أفرقكم حياتي. وإذا كان عندكم دليل واحد بلي أني سرق، كان العدالة في فرنسا، في بريطانيا، وفي سويسرا، لن أرد على أحد. مباشرة منين خرج بهذا التصريح هذا في القناة ديالو في واحد اللايف طويل، كان تيبرأ فيه راسو من واحد التهم ديال الاختلاس ديال الأموال ديال هذيك القناة 22 اللي داروها. القناة 22 اللي كنذكروا بأنه كاع المعارضين في الجزائر كانوا كيتهموا غانم هذه بأنها قناة تابعة للمخزن المغربي. نفس المعارضين ولاو كيهاجموا اليوم غانم هذه وتيقولوا لي أنت اختلستي الأموال. المهم غانم هذه دار هذاك الفيديو هاجم فيه عبدو الصمار بالدرجة الأولى، لأنه خو عبدو الصمار هو اللي بغى ياخذ القناة ديال 22، وقال لك بأن عبدو الصمار بغى الاستيلاء على هذيك القناة اللي هي مجهود ديال بزاف ديال الجزائريين كيحلموا بالقضاء على النظام الجزائري. داكشي علاش قلت لكم راه ما يسمى بالمعارضة، لأن اللي ما مختارقينلوش راه كيخدم معاه. وعلاش قلت لكم النظام في الجزائر ربح هاد المعركة؟ إلا بقيتوا عاقلين، نكاز كانوا شادينو في الحبس وعذبوه مزيان وسخسخوه مزيان حتى هو هز الرايه البيضاء، وبزاف منا عارفين بانه النقاز هو صديق ديال غانم هذه، من الاصدقاء المقربين ليه. وبطبيعه الحال منين شفت النقاز شحال هذه استسلم للنظام العسكري في الجزائر وباع الماتش، عرفت بانه مساله وقت غانم هذه غيتبعه. المهم من بعد مباشره معلن غانم هذه بانه غيتوقف في القناه ديالو، ما غيبقاش يخرج وما يبقاش ينتقد النظام وما يبقاش يتكلم في السياسه. خرج واحد الموقع كيخدم فيه عبد الصمار وقال لك بانه كاينه واحد الصفقه بين غانم هذه والمخابرات الجزائريه والنظام على انه يرجع للجزائر ويفضح امير ديزيد ويفضح زيتوت ويفضح حركه رشاد ويفضحهم كاملين، وبالمقابل ما يتسجنش ويسمحوا له. المهم كيف ما تنقولوا في المغرب بيناتكم بيضاء، حنا هادشي مساله بعيده علينا كل بعد. حنا الشق اللي كيهمنا في هذه المساله كامله هو انه الجزائري كان واعي ولا ما كانش واعي، كان ساكن داخل الجزائر ولا كان خارج الجزائر، معرف بانك ما تقدرش تعول عليه. الى غانم هذه عنده مئات الالاف ديال المتتبعين ونقدروا نقولوا ملايين ديال الجزائريين كانوا كيامنوا به، كيامنوا بالصدق ديال الرساله اللي كيوجه ولا الصدق ديال العمل ديالو. غانم هذه اللي دار واحد الكتاب الفو كيهاجم فيه النظام العسكري في الجزائر، غانم هذه اللي كان تيشارك في قنوات كبيره كان كيهاجم فيها النظام العسكري في الجزائر، غانم هذه اللي ضرب تقريبا اكثر من 20 سنه وهو يهاجم في النظام ديال بوتفليقه والنظام ديال كدبو، في الاخر تيهزهم وتيتلقاهم. وهذا الشيء تماما اللي كنبغيو نوصلوا لخوتنا المغاربه، خاصه المغاربه اللي كيامنوا بان الشعب الجزائري باقي فيه الامل. ونشوف غير هما بعضياتهم، غير المعارضين بعضياتهم كيفاش دايرين. شوف غير مثلا بحال غانم هذه كيفاش هزهم وطلقهم، فقط لانه ربما بدا كيشوف بانه يقدر يدخل السجن بسبب بزاف ديال المحاكمات اللي كتهمو بالاختلاس ديال الاموال. بزاف الناس تقدر تكون بصح تقدر ما تكونش بصح، بزاف الناس يقولوا بانه بغى يرجع للجزائر باش يهرب من المقاضات والمحاكم السويسريه والاوروبيه. يعني الجزائري في التعامل معه دائما هو غادي يضرب على راسه. شوفوا دابا غير جزائري مع جزائريين، شوفوا كيفاش كيديروا وكيفاش كيهزوهم ويطلقوهم وكيفاش كيخونوا بعضياتهم، فما بالك في التعامل ديال الجزائري مع مغربي او مع مغاربه. نهار غنوعوا بان هذاك النظام العسكري في الجزائر هو مراه للشعب ديالو، هذاك النظام العسكري في الجزائر عارفهم كيفاش معجونين، عارف بان ديك المعارضه في الخارج خدامه للنظام العسكري في الجزائر اكثر ما كتخدم ضده. وراكم شفتوا عاوتاني ديك الخيانه ديال العائله ديال زيتوت اللي خدات القناه والارباح ديال القناه الامير ديزي وبزاف ديال الامثله. المهم غانم هذه خسر امام النظام العسكري في الجزائر واستسلم وهز الرايه البيضاء، وصراحه اي واحد يكون بلاصتو ويعرف بان دايرين به غير الشمايط حتى شي واحد ما تيوقف معاه بطبيعه الحال غادي يهز الرايه البيضاء، سواء اليوم او بعد اسبوع او بعد سنوات او بعد عقود. وراه هاد الحاله اللي كيديروا بيناتهم سواء في الخارج او في الداخل وساكتين على النظام العسكري في الجزائر اللي كيعذبهم، راه نفس الحاله اللي كانوا كيديروا مع المستعمر الفرنسي والمستعمر العثماني. نهار غيفهموا المغاربه بان هذاك الشعب ما فيش الخير بيناتهم، راه ما غيكونش فيه الخير مع المغاربه، ديك الساعه غادي نديروا خطوه كبيره للامام وغنحلوا بزاف ديال المشاكل. ولكن مع الاسف باقين معنا الرطبين، وان شاء الله احنا معاهم تيقصح.
نكتفي بهذا القصف، شكرا على الدعم والتشجيع ديالك. ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل جرس التنبيهات لان هذا الامر هذا مهم جدا. وإلا ما توصلوكش التنبيهات حاول تحيد الاشتراك ديالك وتردو وتفعل جرس التنبيهات، ومرة مرة طلع على القناة الا ما طلعلكش التنبيه اليومي راه غات القناة دايرين شي فيديو او شي حلقة او حلقتين. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.